حصل ولا ما حصلش. هانا بتتريق كتير على حكم وامثال ماما بتقولها. حصل امثال زي ايه بتتريق عليها يا هانا؟ لو بتعمل مثلا اكل اللي بيطلع على دسته بينفع نفسه ف على طول وهي مش عاجبها الامثال مش بتحبها تتريق على طول. هانا بتتريق على لبس ماما في الصور القديمه. حصل وفي الجديده البروش ده مضيقه. البروش ده قمر. والله تحيه للبروش. بصي انا معاكي والله بحبه جدا. بتلمع ماما. انا بحب الحاجات اللي بتلمع في اوقات غلط. ما ينفعش نلبس يعني انا بحب الحاجات اللي بتلمع كده لابسه الكاب ترتر وده ترتر اقول لها ماما مش كده احنا رايحين حفله ايه اللي انت عاملاه الست فرفوشه. فرفوشه انا بحب الحاجات اللي ده هي النهارده ماسكه نفسها قوي. انا ماسكه نفسي جدا. دي اصلا من جوه بتقولي هنا ازود شويه الغوايش ولا اعمل ايه؟ قلت لها كفايه يا ماما انت معايا قولي لها لابسه حاجات راقيه عشان دي كده راقيه. لا 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 طب والصور القديمه بقى ايه اللي ما بيعجبكيش في اللي بتتريق عليه في الصور القديمه؟ شعرك كان بتعمله كده؟ شعري اللي هو كان زمان بقى قصة الأسد والحاجات دي وساعات قصته على جرسون كده شكلها برضو كان هي كانت غلطة بس يعني اتقص. هنا بتجبر ماما تتصور بفلاتر الفلاتر بتاعت الموبايلات. ما حصلش. لا بس هي اللي بتجبرني أنا اللي بجبرني عشان يبقى شكلي حلو. حطي لي فلتر يعني. فلتر الكلام بقول شيء تقولي حطي لي فلتر. حطي لي فلتر. ماما وقفت في صف أحمد في خناقة من الخناقات ضد هنا. حصل كتير على طول كتير. ليه يا مدام شيرين؟ لا احمد طيب يعني غلبان فساعتها اقول له مثلا اهدي شويه. لا اروحي اقول الحقيقه ولا الكلام اللي بتاع التلفزيون ايه؟ هي تيجي تقول لي بصي انا هعمل قدامي وان انا معايا وبتاع عشان ما اقومش الدنيا. انت ازاي بتقولي كده في التلفزيون؟ ما انا شوف الحلقه. هيشوفها صح؟ لا بس حصل والله كتير. ايوه بتقفي معايا بس ما بيني وبينها تقولي ايه؟ انا بيا برضه بتضايق. انت بتهديها وبتهديه وبتمشي انت صح. سميتها انت صح. طب ايه موقف كانت هنا غلطانه فيه جدا؟ اللي هو يا ماما انا عايزه الباسورد بتاع الموبايل بتاعه. هو ممكن يديهولي بس انا مش عايزه اساله عشان هو غيره فهي اتضايقت. انا اتضايقت. بس انت رفضتي تلعبي الدور ده. وست كويسه والله العظيم. انت حما يعني كويسه يعني. انت حما محترمه. سيبك من كلام العيال ده. حما محترمه. خلينا نشوف حمات يعني هي يعني مدام شيرين حمات احمد صح؟ عايزين نشوف حمات هنا بتقول ايه عليها. هي ما شاء الله عليها عقلها حلو يعني. هي عقلها كبير وبتفهم اللي قدامها بسرعه وحتى لو متضايقه بسرعه بتهدى لما بتكلم معاها يعني. هنا بترغي كتير عامه. هنا رغايه جدا. هنا رغايه جدا جدا يعني. لو هي بتحكي لي حاجه ومش عايزاني احمد يعرفها طبعا احمد دلوقتي هيعرف. لو حكي لي على حاجه انا ما بقولهاش لاحمد زي ما هي عايزه بقى. انا بحكي لك بس ما تقولولوش حتى لما بيحكي لي كاني اول مره سمعته. هنا عصبيه جدا على فكره يعني هي مش اكتر حاجه بتعصبها. هنا اصلا عصبيه جدا. لا تحب تضحك قوي وتحب الانبساط قوي. عيلتها كلها هي كلها وعيلتها كلها. هنا بتحب الاكل يعني مثلا فراخ بانيه مع باستا اللي هو اكل الاطفال ده. مش مهم اي حاجه تانيه على الترابيزه. هم اهم حاجه هم الاثنين دول. انا مش بتغير من البنات. انا ممكن تغير غير الزيزي الكلبه بتاعته. لو انا رجعت من السفر ولقيتني قاعد مهتم بالكلبة زياده عن اللزوم وما اتكلمش معاها قوي تبقى خناق. احساسك ايه وانت ماشي كده وبتجيب اكل للبيت لاول مره في حياتك؟ ورينا. اول مره في حياتك ورينا. ايوه برافو في تقدم. هنا واحمد كل مشاكلهم هايفه وملهاش اي معنى يعني. هنا قبل ما نتجوز كانت زملكاويه مثلا. هي حره بس في البيت مع شخصيه اهلاويه زيي صعب
فبقت اهلاويه بعد ما اتجوزنا خلاص. مفيش الفكره دي. عمار 10 لقاءات في شهر واحد من 25/7 ل 25/8. مسميها هنا على تليفوني ايه؟ ما انا لو قلت احمد هي انا مسميها هنا مودي. ليه هنا مودي؟ لان انا احمد وصغير كنت بقول له يا مودي، فهي هنا وسعده. خف عليا شويه والنبي، انا ما بعملش اي حاجه في الدنيا غير ان انا بنزل اخرج مع اصحابي اكرم او خاطر او الناس بتاعت مسرح مصر كلهم، توتا وربيع وكده، فسيبيني براحتي شويه لان انا بني ادم ما بحبش اتخنق. بس هو حاجه بيقول لك يعني خف عليا شويه، انا ما بعملش حاجه غير ان انا بروح الكافيه واقعد مع اصحابي. ويت بيروح الكافيه، بيروح المكتب على طول يا حبيبي. طيب يبقى هو بيترجاك يعني، بيقول لك خفي عليا شويه. عملت له ايه ده؟ انت ما تخليش حاجه والله. شويه ثقه والله، واثقه فيه جدا والله، واثقه فيه قوي والله خالص. والله بجد مدام شيرين يعني الحياه بتعلمنا حاجات كتيره جدا، بس انا بتهيالي ان الحاجات اللي انت متعلماها من الدنيا هو انه ناخدها ببساطه جدا، وانه ما نوقفش عند الزعل والنكد. يعني عجبني قوي النموذج ده يا مدام شيرين. طبعا حتى مش عايزه ادخل في تفاصيل الازمه المرضيه، انت يعني بتبصي لقدام وبتبصي لبناتك حاجه. السبب هما السبب اللي خلوني اعمل العمليه، انا ما كنتش اعملها. انت مش عايزه تعملها؟ انا قعدت سنه مش عايزه اعملها، وهم السبب، لان قالوا لي كفايه احنا خايفين عليكي قوي وما تفضليش عايشه انا في قلق. واحمد بصراحه بقى يكلمني وما تخافيش ومش عارفه ايه، بس انا كنت مرعوبه ان اخش المرحله دي. بس الحمد لله الحمد لله، كنت بضحك في المستشفى وبهرج ان شاء الله دايما يا رب. وهنا كانت جايه تشتكي لي من اخواتها وانا في البنك. ليه؟ وانا في البنك بتصحيني ماما. حصل مشكله في المستشفى كده، المشكله دي اصلا لحد دلوقتي احمد زعلان من فرح لحد دلوقتي بسبب المشكله. مشكله تافهه جدا، تافهه موت. هي فرح كانت قاعده في الاوضه، انا رحت اشتكيت لماما وهي في البنج، انا نسيت ان هي في البنج. بتصحيني هي اصلا كانت نايمه، انا نسيت ان هي في البنج. دخلت لماما على فكره الفرح اللي بتعمله ده قله ادب جدا. فرحت قالت لي احترمي يا زوجو ما انا في البنج. مسكينه والله العظيم انت يا فوره قوي. لا ربنا يخليكي لك. لا والازيد ما تعرفي ان احنا عائله غريبه، احمد زعلان ان انا ما جبتلوش حقه من فرح. اللي هو يعني ازاي وانا في البنج بس هو خناقه دي بيقولوا ايه؟ خناقه على كنبه، خناقه على الكنبه. أيوة واحد نايم على كنبه ونايم على الكرسي، هما بيتدلعوا عليكي. خليكي لهم يعني، ده مش خناقه قد ما هو يعني دلع. ربنا يخليكم لبعض. يا رب يا رب يا رب.